السبب ديال الاختناق بالتصرفات واللي كيسبب الوفاة هو طريقة ديال التركيب ديال الشوفو والمكان فين كيركب الشوفو، هما السبب اللي كيخليو هاد الناس باش يختنقوا، لان كاين واحد المادة سميتها احادي اكسيد الكربون هو اللي كيسبب في الاختناق ديال هاد الناس. وعلاش؟ لان كيسدوا الناس الشراج وكيكون راكب داك الشوفو في واحد المكان يعني مغلق وما كيديروش ليه داك الشيميني اللي كيسرب الهواء لبرا، داك اللي كيسرب احادي اكسيد الكربون لبرا، كيبقى داك احادي اكسيد الكربون في وسط المحل، وسيرتو وقت البرد لان الناس كيسدوا السراجم وملي كيدوشوا وكيتعطلوا في الدوش هذا كيوقع يعني هذا المشكل ملي كيولي عندنا داك احادي اكسيد الكربون اكثر من الاكسجين في الدار، يعني كيقضي على الاكسجين اللي كاين عندنا في المنزل وكيدير الاختناق، وهذا هو السبب. ماشي السبب هو يختار الغاز مع الماء، انما احادي اكسيد الكربون هو الصامت القاتل اللي ما كيتشم، ما عنده لا ريحه لا مذاق. بالنسبه للمشكل ديال تسرب الغاز مع الماء، هذه افكار غالطه، يعني هذه غير نساوها ما كايناش. والافكار هو احادي اكسيد الكربون سدو، يعني احادي اكسيد الكربون هو اللي كيدير داك الاختناق، لان الغاز راه فيه واحد الريحه كتشم، الا تسرب الغاز غتشمو والشوفو شاعل وخرج منه الغاز غادي تشعل فيه العافيه غيتحرق. داك الشوفو اللي كيتحرق كنقولوا ديفو ديال الغاز، ولكن الناس كيمشي كيدوش وكيمشي ينعس كينوض في وحدة الليل كيلقى راسو مسالي، اش واقع ليه؟ ما عارفش اش واقع ليه، ما شم ريحه ما شم والو، كيطيح كيموت كيسخف، كاين اللي كيعتقوه، كاين اللي كيجيو يعطوه الفريد. انا ننصح الناس الى وقع لهم الاختناق قدر الله يحلوا السراجم ويحاولوا يخرجوا من ديك الدار على الاقل 24 ساعه، لان ما نقدرش ندخل في المسائل الطبيه لان ماشي اختصاصي، ولكن نصحونا الاطباء جزاهم الله خير في المركز الوطني لمحاربه التسمم. اول حاجه دير تفتح السراجم وتخرج من ديك الدار، تحاول تخرج دوك الناس وتدركهم باش يديروا الاكسجين، لان هذاك سميتو هذاك احادي اكسيد الكربون كيدخل بلاصه الاكسجين ديال الدات ديال الانسان، بلاصه الاكسجين كيعمرها هو، وكيبدا بنادم دارو راسو تقيا وداك الشيء، هو راه خاصو الاكسجين. والمشكل في ديال الشوفوات راه كاينين ثلاثه لي مارك لي شوفو، يعني ثلاثه لي النوع، يعني كاين النوع الممتاز اللي هو سيكوريتي وعنده الحمايه، ثروه ديال ثلاثه ديال الحمايات اللي عنده، هذوك هما اللي كيخليو داك الشوفو الى جاب الله نقص الاكسجين في الدار او كثر بيبدا داك احادي اكسيد الكربون يتكون، هذاك الشوفو كيقطع ما كيخدمش باقي. والناس كيجيو بعض الحرفيين الله يهديهم بعض الرصاصين كيقول لي هذا الشوفو راه فيه الديفو وكيحيدوه ولا كيبدلوه ولا كيحيدوا ليه واحد البياسه، يعني هذا الشوفو راه هو مفروض دابا 2000 في الاخر ديال 2019 و2020 الدوله راه فرضت على الشركات باش يكون هذاك الشوفو عندو ديك الحمايه، هو اللي مسموح به باش يركب في الكوزينه. اما داك الشوفو اللي ما عندوش هاد الحمايه راه كيخصو ضروري، كاين الشوفو الثاني اللي خصو اجباريه الشيميني، يعني مجبر باش يكون فيه عنده يدير ليه الشيميني، داك الشيميني هو داك اللي كيسرب برا، هذاك حتى هو سيكوريتي ولكن عنده لي دوبل سيكوريتي، السيكوريتي الثانيه هي الشيميني، الثالثه هي الشيميني، يعني باش مزيان هذا حتى هو الا جاب الله تسد الشيميني كيقطع، الا تسد الا جاب الله تسد عليه داك الشيميني خلق سدو شي يعني تيقطع. وكاين واحد الشوفو الاخر اللي هو رخيص، واخا تسد الشيميني راه دير ليه الشيميني لا تسد راه يقتل، يعني داك خصو يركب في البالكو ولا في السطح، ما يركبش وسط الدار. هذوك الشوفو ديال 800 درهم و 700 درهم و 600 درهم هذوك راه خصهم يركبوا في السطح، الا كان ضروري يركبهم، الا ما كانش عندك البلاصه فين تركبهم ما تشريهمش،
ننصح الناس باش هذوك الشفوات ما يركبوش وسط الدار نهائيا، لان ما فيهمش الحمايه. هما راه يخدموا يسخنوا الدوش وكل شيء، ولكن المشكل هو ما عندوش الحمايه. لا جاب الله سديتي الشراجم وقع ونقص الاكسجين كيبقى هو شاعر، وبالعكس بحد الاكسجين كيقلال وهو كيزيد كيعطي داك احاد اكسيد الكربون اكثر، ملي كتولي ديك العافيه ديالو حمراء، ملي كتحمر ديك العافيه يعني كيولي كيطلق احاد اكسيد الكربون بكثره، وهنا كدير وفاه. وكاين بعض الواحد اللي تيقول لك اودي لا راه جلست انا عندي عامين ولا ثلاث سنين وهو شوفوا عاد دار المشكل. راه فعلا راه كاين شوفوا اللي يقدر يخدم عندك 10 سنين وما يدير لك مشكل، ولكن واحد النهار كيتلاقى مع الجو ماشي هو هذاك كيولي عندك واحد اكسيد الكربون. وثانيا هذا الشيء خص تحمل فيه المسؤوليه ديالو كل شيء، الشركات الموزعين الرصاصين الحرفيين والناس المواطنين. حتى البلومبي راه مسؤول على الارواح ديال الناس، ماشي يقول لك ما مسؤول، مسؤول لان الا مشى لواحد الدار يشوف البلاصه واش يصلح ليه هذا الشوفو، واش يصلح ليه هذا، واش ما يصلح ليش، يعرف البلاصه فين غادي يركب شوفو، وما يركبش شوفو في بلاصه على واحد الثمن بخس ويسبب في الوفاه ديال الناس. يعني خاص الرصاصين يحترموا المهنه ديالهم ويحترموا يعني يعطيو واحد القيمه للمهنه ديالهم، ويقول لي لا سيدي كنرفض انا نركب لك هذا الشوفو هنا، ما يمكنش لي انا نركب لك هذا الشوفو هنا لان ما يصلح لك، غادي يقتلك ويخرج بشرفه والله والرزق على الله. يعني هذه هي المسؤوليه اللي خاصها عند الرصاص، حيت دابا كاين بعض الناس تيفرضوا على الرصاص هو جاي يخدم تيقول لي لا ركبوا لي غير تما ركبوا على حسابي، ولكن راه داروا علينا حنا في حوايج اخرين، تيقول لك سيدي ركب لي انا بيت تما، ولكن نهار كيجيو الناس كيقولوا ليه علاش درتي هذه هنا ولا هذه، تيقول لهم راه تيعيط لك يقول لك سيدي انا ما عارفش، انت هو المعلم انت هو التكنيسيان انت هو سميتو، يعني كتولي انت صغير كيقول لك لا انا ما عارفش ما تركبش ليا تم، ندارو عليا في حوايج اخرين ماشي في الشوف وماشي في حوايج اخرين، تبي دير لي خاطرو تولي انت ما عارفش، والله ما بقيتش ندير انا هكاك واحد الحاجه ما صالحاش هنا ما صالحاش، يعني ما ركبهاش ما ركبهاش. هذا هو بعد البلومبي ملي الله يهديهم ملي كتقول ليه راه الرصاص مسؤول تيقول لك لا راه حملتي المسؤوليه الراس، لا حمل لان اي واحد مسؤول، راه الا ما كنتيش مسؤول اذا انت ما عندكش حتى شي مهمه. حنا دابا دايرين واحد البرنامج في جهه سوس ماسه مع التكوين المهني وجهه سوس ماسه باش والتعاون الوطني والمندوبيه التكوين المهني مشكورين اللي عطاونا واحد الفرصه باش نديروا واحد الدبلوم للحرفيين في جميع الحرف ماشي غير الرصاص، ولكن الرصاص هو مشمول في هذا، باش ياخذ واحد الدبلوم ديال 6 شهور يدوز التكوين وياخذ الدبلوم ديالو كمعترف به كيمارس هذه المهنه، لان الدوله في اطار تنظيم الحرفه ديال البناء والتجهيز راه الا ما عندك شي حاجه اللي كتثبت الحرفه ديالك واحد الوقت راه ما تخدمش، راه غادي يلقاك خدام بحال يعني خارق القانون، وغادي يولي مفروض عليك. وهذاك الشيء باش تنقول لهم راه حنا خدامين على الدبلوم تسجلوا فيه باش ان شاء الله الرحمن الرحيم كل شيء يكون عنده دبلوم، واللي ما عندوش دبلوم نعرفوه راه ما حريفيش، حيت هذا راه على الاقل خصو يكون عنده 4 سنين في الحرفه عادي يمكن ليه يشارك في هذا البرنامج. وهذا هو الهدف باش نكونوا الناس، باش الناس ما بقيش ان شاء الله نسمعوا شي واحد خطر تولي هذه غير زبعه دازت واحد السنين. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتب بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.